كان بيوصل بالشكل ده. لو كان المعامل بتاع واي دبل داش اللي هو ايه 2 اوف اكس عند الاكس نوت اللي انا بحل حواليها السير، لو كان المعامل ده لا يساوي صفر كنا بنحل بالطريقه قلنا الاكس نوت تبقى اوردينري بوينت بالطريقه اللي هي بتاعت تاني. ده الكلام القديم. الجديد دلوقتي لو انا جيت اعوض ولقيت ان المعامل مش برقم، لا المعامل فعلا بزيرو. لو المعامل بزيرو فالنقطه الاكس نوت بقى اسمها في الاول كده اسمها سنجلر بوينت. طب الطريقه اللي هتحلها ايه؟ الطريقه اللي هتحلها اصلا لازم تعرف هي انهي نوع من السنجلر. سنجلر مش نوع واحد. لا اما حاجه اسمها ريجولر سنجلر بوينت او الريجولر سنجلر بوينت اللي هي الار اس بي او الاي ار اس بي. اولا لو هي الريجولر هقول يعني ايه دي دلوقتي؟ دي لا يوجد لها حل، دي ما لهاش لها حل. فبالتالي هو بيحل الريجولر سنجلر بوينت اللي هي دي بتتحل بالطريقه اللي هي بتاعت كونفينينس. يبقى ده الجزء الاولاني اللي عندنا. اللي فات كان المعامل بتاع واي دبل داش كان بيساوي رقم. دلوقتي لما تيجي تعوض بالاكس نوت في معامل الواي دبل داش هيطلع بزيرو. يعني اللي فات ده كان تيلو اللي هي الاوردينري بس. الجزء بتاع لو هي ار اس بي انا قلت ده اعرف ازاي النقطه كده او كده. قال لي ليميت بسيط قوي اللي هو اسمه البي نوت والكي نوت. البي نوت والكي نوت اللي موجودين قدامك دول البي نوت هي ليميت لما اكس تقول للاكس نوت اللي هي مين دلوقتي؟ زيرو اكس ماينس اكس نوت اللي هي اكس نوت بزيرو يبقى اللي هي ليميت اكس في معامل واي داش على معامل واي دبل داش. الثاني كي نوت ليميت لما اكس تقول للاكس نوت اللي هي زيرو اكس ماينس اكس نوت تربيع اللي هي اكس ماينس زيرو تربيع اللي هي الاكس تربيع في معامل واي على معامل واي دبل داش. اول ما تحسب الاثنين ليميتس دول لو طلعوا هما الاثنين بارقام يبقى المساله اللي قدامك ديت ار اس بي. لو طلعت واحده او الاثنين بانفينيتي يبقى ده الريجولر وبالتالي دي مش هينفع تحلها، يعني دي اصلا مش هتيجي في الامتحان. فلازم البي نوت والكي نوت الاثنين يطلعوا بارقام. الاكس نوت دايما بتبقى على الصفر مثلا. بتبقى في الغالب الصفر. هو قال لي هجيبها صفر على طول الا لو زعلت منها. هي في حاجه ثانيه بس هو ده في السكشن الجاي بالتفصيل ان شاء الله انا هكون خلصته من بقى. المهم بقى دلوقتي الاكس نوت بزيرو. في نقطه بقى مهمه، انا ممكن واحد يكتب لي معدل بالشكل ده. اكس نوت بزيرو اوردينري ولا الوقت سنجل؟ معامل واي دبل داش بواحد. فيقول لي اوردينري، الكلام ده غلط. ليه غلط؟ عشان الكلام صح بقى لما تاخده على بعضه يبقى الكلام كامل على بعضه. اولا معامل واي دبل داش بيساوي زيرو بالشرط ان ما عندكش ولا حاجه ترمي في الدينومينيتور، مفيش حاجه في المقام. فبالتالي وجود اي حاجه من دول في المقام معناها ان اصل المساله كانت بتطلب في مين؟ تطلع الاكس سكوير اللي انت بتتكلم عليه. ممكن حاجه ثانيه يلخبطك فيها برضه، واي دبل داش زائد 3 اكس في واي داش زائد 2 كوسان اكس في واي بتساوي زيرو. اوردينري؟ لا عشان تبقى ما هو مش لازم ان هو تبقى ظاهره لك واحد على اكس تربيع، ما هي اصلا الكوتان دي كوزاين على ساين، يعني اصلا الساين دي موجوده فوق هنا والساين عند الصفر وصفر. فالمساله دي اوردينري؟ لا ده المساله دي سنجل. فبالتالي مش لازم ان المساله تبقى من الاول بواحد. انا لازم اتاكد بشرط ان هي الكلام ده موجود، اتاكد الشرط الاكيد ده اللي هو ساعتي هخاطر فيه في الامتحان ان معامل اللي موجود بتاع واي دبل داش بزيرو ومفيش حاجه ثانيه في المقام تحته. لو في حاجه في المقام هعمل ايه يا ابني؟ حل اضرب فيها كلها فوق. طيب الطريقه بتاعت فوربينيوس عمل ايه؟ فوربينيوس كل اللي قاله طريقه الحل بتاعت تيلور ما بتنفعش لو النقطه سنجلر، فادى طريقه الحل بتاعته قال لك يبقى الحل اللي انا عايز اوصل له هو نفس حل بتاع تيلور سيجما سي ان في اكس اس ان من اول ان في زيرو لانفينيتي، وزود عندي ترم اسمه اكس اس ار بار. اكس اس ار ده عشان يتخلص من حكايه الزيرو اللي كانت طالعه من شويه. طب انا كده بقيت بتكلم في كام طريقه عايز القيم بتاعتها. اولا عايز المعاملات اللي جوه زي ما كنت بعمل في تيلور، بس في حاجه زادت عندي زياده. الار اللي هي بره اللي هي القص ده. فبالتالي انت بتدور في النهايه انك تجيب ار بكام وتجيب سي ان بكام. مش ده اللي احنا عايزينه؟ يبقى انت عايز كام معادله في النهايه؟ معادلتين، معادله ريفرنس ريليشن اللي هتجيب منها السي ومعادلة تانية تجيب منها الأرض. المعادلة اللي هتجيب منها الأرض دي اسمها الإنجليزية إيكويشن، ودي بتيجي بالتعويض المباشر بعد ما بتجيب قيمة بي نوت وكيو نوت.
هي بي نوت وكيو نوت انت جبتهم من هنا عشان تعرف النقطه في ار اس بي ولا لا. المعادله الانيشال ايكويشن بتاعتنا عباره عن ايه؟ ار في ار ناقص 1 زائد بي نوت في ار زائد كيو نوت بتساوي 0. معادله تربيعيه في ار هتطلع مين ومين؟ ازاي اطلع قريبا انا عايز ار واحد اصلا؟ عشان محليه؟ هو محليه؟ هي مش معادله من الدرجه الثانيه فليه حلين كل حل ليه ار. فبالتالي انا متاكد من البدايه ان انا عايز معادله تطلع لي ارين يبقى برضه اطلع كوادراتيك ايكويشن في الار. يبقى انا لغايه دلوقتي حليت ده وطلعت مين دلوقتي؟ ار واحد وار اثنين. يبقى باقي لي ان انا عايز ادور على مين؟ على السي ان دي هطلعها ازاي؟ نرجع تاني كلام الجزء المعادله الاخيره اللي جبنا منها قرار خلاص عشان اجيب الكالكوليشن اللي عندي هترجع تاني للتعويض. اولا في مشكله ان الاكس والسؤال دي تخش جوه السميشن تبقى كام؟ اكس اس ان بلس ار ما هو السميشن على الان بس فبالتالي هرتب ان الواي بتساوي الصيغه دي عشان تسهل لي عمليه التفاضل بس. هفاضل مره يبقى هو ده التفاضل بتاعنا ان بار ار تنزل هفاضل مره ثانيه ان بلس ار وان بلس ار ماينس 1 0 يبقى ده الجزء الجديد. بس البدايه اللي انت ملاحظها مختلفه عن تيلور ان كله بادئ من كام دلوقتي؟ ليه؟ عشان الار اول اكس مش اكس بار 0 بالظبط كده. اول ترم هنا ده سي نوت في اكس اس ار وتاني ترم سي 1 في اكس اس 1 زائد ار. لما هتفاضل سي نوت ما زالت موجوده فاضل مره ثانيه الاكس اس ار مش هتختفي فبالتالي اللي انت بتتكلم عليه ده كل دول فيهم سي نوت يبقى كله بادئ من اول ان ب 0 يبقى ده اول فرق ما بين الكلام ده وما بين تيلور. الجزء الثاني بقى كمل زي ما كنت بتعمل في تيلور الباورز هتختلف يبقى تخليهم كلهم زي اصغر واحده صح؟ ولا زي اكبر واحده؟ اصغر الكلام بعد ما خليته زي اصغر اس الجزء بتاع السميشنز الارقام اختلفت تعمل ايه؟ تاخد اكبر واحد هو الكمان اللي انت هتحل عنده قصاد كده هيطلع لك شويه معاملات طلعت معاك عشان انت بتساوي معاملات بالزيرو المعادله العامه اللي هي السي ان بدلت الاصغر منها هو ده الريكيرنس ريليشن هيطلع لك معادله سي نوت عند المعامل بتاعنا لما يكون الان بصفر يطلع لك سي نوت مضروب في معادله فيها ار هو ايه اللي طلع الجزء ده؟ ما هو ما عادش الكلام القديم ان في ان وزائد واحد وان زائد اثنين وبس ده كل قوس جواه ان جواه كمان ايه؟ فبالتالي انت لما هتعوض عن ان باي رقم هيتبقى لك مين دلوقتي؟ فبالتالي هتلاقي معادله دايما سي نوت مضروبه في معادله فيها ار وده المعامل بصفر. مين اللي بصفر في الحاله دي؟ اولا سي نوت لا تساوي الصفر. يبقى ده انت لازم تبقى عارفه. لو سي نوت لا تساوي الصفر يبقى المعادله اللي جنبها بصفر، يبقى ايه المعادله اللي في ار اللي بتساوي صفر دي؟ مش في عندك انديس ايكويشن انت جبتها من اول المساله؟ فبالتالي دي عمليه تشيك ليك لنفسك كده ان الانديس ايكويشن طلع تاني بنفس الارقام بنفس الاشارات يبقى انا شغال صح. الجزء اللي بعد كده افرض طلع لي معاملات ثانيه عند ان بواحد وان باثنين هتلاقي طلع لك سي واحد برضه في معادله ثانيه فيها ار بتساوي صفر او سي اثنين في معادله ثالثه فيها ار بتساوي صفر. ينفع اقول ان المعادله ثاني دي بصفر واجيب منها روس؟ لا ما انت طلعت قيم للار يعني لو جيت تعوض بقيم الار في المعادله دي هتطلع ايه؟ هيطلع برقم معناها ان الرقم في السي اللي انت مش عارفه ده بصفر يبقى السي اللي انا مش عارفه بكام؟ يبقى اي معادله يطلع فيها سي غير السي نوت يعني كل سي اي ده اي حاجه غير سي نوت يبقى السي اي ده بصفر. واضح لغايه هنا؟ كده انت عملت ايه؟ جبت ريكيرنس ريليشن وجبت الانديس ايكويشن اتاكدت منها تاني. تمسك الريكيرنس ريليشن انت معاك ارين تعوض بالار الاولانيه وتعوض بالار الثانيه تطلع ريكيرنس ريليشن جديده وريكيرنس ريليشن جديده ثانيه. بالتعويض كذا ترم تجيبهم كلهم بدلاله السي نوت تطلع حل واي واحد وحل ثاني ايه؟ الكلام ده كويس قوي لو كان الفرق ما بين الارات نون انتجر. لو الفرق ما بينهم فراكشن كسر. يعني ار واحد بثلاثه وار اثنين بواحد ونص. فالفرق ما بينهم واحد ونص ثلاثه على اثنين. يبقى بالتالي الكلام ده ينفع. طب افرض الفرق ما بينهم ما هوش بنون انتجر، الفرق ما بينهم بانتجر او الفرق بزيرو اللي هم متساويين. اولا متساويين تعرف تعوض بار واحده في الريكيرنس ريليشن وتطلع حل. والحل الثاني الدكتور ادالكم الصيغه العامه الجنرال فورم بتاعته لسه هيحل على الكلام ده السكشن الجاي ان شاء الله. فده هتعرفه هيتكمل ازاي. طب لو الفرق ما بينهم انتجر
فرق ما بينهم انتجر مسألة اسهل بكتير من اللي فاتوا كلهم في معظم المسائل، مش في الكل، في معظم المسائل الار الصغيره جاب لك الحلين. يعني ايه الار الصغيره؟ الارات طلعت مثلا بثلاثة وبسالب واحد، ثم رايح معوض بمين؟ عوض بيها فين دي؟ الكامل ريليشن، يطلع الكامل ريليشن من غير الار. وانت بتعوض كذا ترم تلاقي سي نوت اللي هي اصلا السالب بتاعك بتجيب بدلالتها كذا ترم، ويطلع لك سي 4 مثلا بزيرو على زيرو. يعني ايه السي يطلع لك بزيرو على زيرو؟ يعني ده الارجمنت بيتقاس ان ده ثابت من ثوابت المعادله التفاضليه، وبالتالي اللي بعديها هيجوا بدلالته هو. اذا الحل بالروت الصغير طلع لك كام ثابت في المعادله؟ وانا بدور على حلين، يبقى هم دول الحلين. طب افرض الكلام ده ما ينفعش، لو الكلام ده ما ينفعش هتلاقي سي من السيهات طلعت لك برقم على ما لا نهايه. رقم قصدي اصلا على صفر، يعني كان الكلام ده بكام؟ لو واحد من الثوابت طلع بما لا نهايه يبقى اذا اللي انت جبته رقم غلط. يعني الروت الصغير نفع؟ تقوم رايح ماسك مين؟ وعمر ما ده هيعمل مشاكل. فبالتالي هتعرف تحل ده. تحل دي تجيب كام حل؟ هو حل اللي هو الماي واحد. طب والله انا جايبها ازاي؟ الدكتور ده كل جنرال فورم بتاعته والكلام ده بالتعويض، كانك هتحل مساله من اول وجديد. طبعا لو المساله دي جت لي في الامتحان السنه اللي فاتت كان غالبا الدكتور يعني ما اعرفش الناس كانت عامله ايه، مش فاكر يعني. اشتك. مش مهم. المهم جت له مساله من يومها ما خدوهاش اصلا. انت بتوصل لفين؟ واي واحد، والامتحان كبير يعني الامتحان تقدر تعمل فيه كتير. وصلت الواي واحد هنا تشيل القلم وترجع لها تاني لو انت لقيت نفسك فاضي. المجهود اللي انت عملته قبل كده عشان تجيب الواي واحد هتعمل زيه مره ونص ولا مرتين عشان تجيب الواي اثنين. هو ده بقى التعبير ازاي؟ هو القانون بقى جنرال فورم، هو ده على حسب حضرتك المره الجايه في الاول ولا لا؟ حلو، ابدا بالمره الصغيره ولا المره الكبيره؟ ابدا بالكبيره. هو الرقم على الصفر. رقم على الصفر. اللي هو انا بعوض هنا وانا بجيبه هنا صح؟ وانت بتجيب الروت الصغير، عوضنا بالروت الصغير لقيت السي 3 طلعت سي 2 على صفر. يعني سي 3 بما لا نهايه. دكتور قال لنا الدهو الاركي. ما انا هقول لك ليه دلوقتي. يبقى ساعتها الار تو مش هتبقى ار صغير. يبقى ار صغير مش هتبقى. هقول لك دلوقتي الكلام ده كله حلو، ده احنا حلينا دلوقتي كل الدرجات. شوية ثلاث خطوات الأولانيين دول يعتبروا عندنا كده بثلاث درجات أو بدرجتين يعني من العشرة بالظبط. حبس، يعني إيه حبس؟ أولاً لازم النقطة لما تجي لك بتاعة الإكس نوت اللي هي بزيرو، هتعوض في معامل الواي دبل داش لازم تطلع بزيرو، فتقوم رايح قايل له يبقى النقطة بتاعتي إيه؟ زينج. جميل. يبقى دي أول حاجة. أجيب له الدومين أوف فاليديتي أو الديليتد انترفل، أي حاجة من الاثنين. دي عبارة عن إيه؟ اللي هي لو النقطة اللي بتحل حواليها لو كانت المعادلة اكس تربيع في واي دبل داش معناها السنجلر بوينتس هم مين؟ تقوم رايح جاي عند الزيرو هنا، هي دي اللي عامل لك مشكلة، وبقية القيم عبارة عن حاجة اوردينري ما عندهاش مشاكل، يبقى معناها الدومين اوف فاليديتي الحل ده فاليد في الفترة كلها الري لاين كله ما عدا الزيرو. يبقى دي كده لو عايز اجيب الدومين اوف فاليديتي بتاعتها هو ار اكسبت زيرو. طب افرض كانت اكس تربيع ماينس اكس في واي دبل داش هي سنجلر بوينت فين؟ 0 1 اللي يخلي المعادله دي بصفر فكها يطلع لك الزيرو والواحد. ده الزيرو وده الواحد. الدومين اوف انترفال فين؟ الدومين اوف انترفال انت بتحل حوالين مين؟ انت عايز السيريس حوالين اكس نوت بكام؟ زيرو، مش قال لكم 90 المساله هيبقى اكس نوت بتاعتك وانت بتحل بزيرو، فانا واقف عند الزيرو. يبقى الدومين اوف فاليديتي هي كل المنطقه العاديه لغايه ما تقابل اي نقطه سنجلر وانت واقف عند الزيرو. كاني همشي من الزيرو لغايه الجزء الشمالي اللي هو من نيجاتيف انفينيتي لزيرو، ومن زيرو لغايه فين؟ الواحد اللي هو مش هعدي الواحد بعد كده. طب الكلام اللي قدامنا ده الناس زي ما قالت لي امبارح في المحاضره انهم فوق الجزء اليمين اللي هو من زيرو لواحد بس. ليه بقى الكلام ده؟ عشان ممكن وانت بتحل يطلع ار منهم بنصاص او بسالب نص او بخمسه على اثنين، يعني ده جذب. فبالتالي اصلا الدومين بتاع الجذب ما عندكش اصلا فاليد انك تعوض رقم نيجاتيف. فبالتالي لو انت لقيت حاجات قرات بنص اعملها كده. المهم لو انت ما اخدتش بالك وعملتها كده صح. بس انت لو اخدت بالك من الاول ان القرات وانت بتحل فيها انصاص فيها حاجات جذر يعني بمعنى صح، يبقى شيل اي جزء نيجاتيف في الموضوع ده. اتفضل. وانا ليه وقفت عند الواحد؟ حلو، ليه وقفنا عند الواحد؟ الواحد ده مش نقطه سنجلر دلوقتي؟
وانا بحل حوالين الزيرو، فالتعريف بتاعك انك انت تبقى واقف حوالين اي نقطه اسمها اكس نوت، افضل الدومين بتاعي فالت لغايه ما الاقي نقطه ثانيه بتعمل لي زيرو في الكلام اللي فوق ده اللي هو المشكله دي. فبالتالي اول زيرو هيقابلني هنا مفيش، فانا اخدت الفقره كلها دي. طب واول حاجه تاني تخلي لي المعامل بتاعه واي ما بداش لزيرو فين؟ الواحد. يبقى انا مش هعرف اعدي له بعد الواحد، انا اخري ان انا اقف قبل الواحد على طول. يبقى تاني اول ما المساله هتجي لك هتعمل ايه؟ تتاكد ان هي سنجلر بوينت الدومين اوف فاليديتي، احسب دي نوت وكي نوت والاثنين دول هيطلعوا لاي يساوي انفينيتي او يبقى النقطه بتاعتي ايه؟ ريجلر سنجلر بوينت، هات منها الانديسيان ايكويشن، دول درجتين في اول المساله كده قبل ما تحل اي حاجه. لو انا بحل اكس نوت بواحد، لو انا واقف بقى عند الواحد هي الاكس نوت بتاعتي، همشي من واحد لانفينيتي ومن واحد للزيرو، ما ينفعش برضه اعدي الزيرو الناحيه الشمال. هيقول لك اكس نوت بكام، بس لو ما قالش حتى في الامتحان سواء ميد ترم او فاينل باي ديفولت اعملها زيرو. وانسى في النون انتجر بغير اسم السي صح؟ يعني خليه مثلا سي نوت وهنا بي نوت مثلا. في ايه؟ النون انتجر عشان نخليها ثابت. عشان نطلع حلين. بداية كده. شوف معاك الواي دبل داش. معايا من الواي دبل داش اللي موجود عندي الكوفيشنت بتاع الواي دبل داش ده اللي هو 2 اكس تربيع، لما الاكس بتساوي زيرو اللي هي الاكس نوت يطلع بزيرو. اقول له اذا النقطه بتاعتي دي نقطه ايه؟ يبقى دي سنجلر بوينت. الحاجة التانية اللي عندنا هقول له الدومين اوف فاليديتي. هو اصلا 2 اكس سكوير بتساوي زيرو ما عندهاش غير قيمة واحدة بتخليها بزيرو اللي هي اكس بزيرو، يبقى اقعد بقى جاي عندي هنا ونقطة عندي فيها المشكلة كده، يبقى الدومين اوف فاليديتي اللي موجود في المسألة هو الري لاين كله ماينس مين؟ الزيرو. الخطوه اللي بعد كده كل ده اللي هي الدرجات اللي انت هتحفظهم وهتحل بيهم على طول، بي نوت وكي نوت، ليميت اكس تقول للاكس نوت اللي هي بزيرو، اكس ماينس اكس نوت اللي هي اكس ماينس زيرو، معامل واي داش على معامل واي دبل داش، يبقى ده اكس على 2 اكس تربيع، يطلع ده بكام؟ نص. ده معنى كيو نوت ليميت لما اكس تقول لزيرو، مين تاني؟ اكس سكوير معامل واي على معامل واي دبل داش ده يروح مع ده، يبقى لك نيجاتيف 3 على 2. كونتين لا يساوي انفينيتي، يبقى النقطه دي ريجلر سنجلر بوينت. اكتب الانديسيال ايكويشن بتاعتك ار في ار ماينس 1 زائد بي نوت في ار زائد كيو نوت تساوي صفر، يطلع ده عباره عن ار تربيع، وبي نوت ماينس 1 يطلع نيجاتيف نص ار ماينس 3 على 2 0. تيجي تحللها دي عباره عن ار ماينس 3 على 2 في ار زائد 1. يعني الار بكام عندك؟ لو بالكمبيوتر هيطلع على طول ار بتساوي 3 على 2 وار بتساوي 1. كده بقى الجزء الاولاني اللي انت بقول لك عليه تاني ضربتين من العشره او ثلاث درجات قبل ما تعمل اي حاجه. بدايه الحل الفعلي هقول له لقيت ان الواي بكام؟ سي ان في اكس اس ان زائد ار من اول ان في 0 لانفينيتي. والواي داش انا هحفظها والواي دبل داش صح؟ نعرف نعوض مع بعض بسرعه. 2 اكس تربيع في واي دبل داش هيبقى منظر المساله بالتعويض. 2 سي ان في ان زائد ار في ان زائد ار ماينس 1 في اكس اس ان زائد ار ماينس 2 في التربيع رقم. كل ده بادئ من عند الزيرو زائد سيجما اكس في واي داش، يبقى ده عندك سي ان في ان زائد ار في اكس اس ان زائد ار ماينس 1 في الاكس راح مع بعض. الجزء الاخير دول عباره عن ترمين ما تنساش، ده في ده وده في ده. اكس تربيع في واي يبقى ده سيجما من ان في 0 لانفينيتي سي ان في اكس اس ان زائد ار زائد 2. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ماينس 3 سي ان في اكس اس ان زائد ار، وده كله بيساوي زيرو في نهايه المساله. الخطوه الاولى اللي احنا عملناها مع بعض الباورز كلها هتلاقيها ان بلس ار ما عدا الترم الثالث ان زائد ار زائد 2. احول الكبير يبقى شبه الصغير، يعني تاني جزء ده على بعضه كده
نقص كل ان تبقى ان ماينس 2 يبقى ده سيجما سي ان ماينس 2 في اكس اس ان زائد ار بس وازود الاثنين بره يبقى ان بدا من عند 2. بعد الخطوه دي هتلاقي السميشن في حاجات بدأ من 2 من 0 وحاجات من 0. اكبر رقم بدايه تبدا منه هو الاثنين يبقى بالتالي سيجما من اول ان باثنين واجمع كل الترمات سي ان هاخدها مشترك يبقى لي 2 في ان زائد ار في ان زائد ار ماينس 1 زائد ان زائد ار ماينس 3 اللي هو الترم ده زائد سي ان ماينس 2 كل ده مضروب في اكس اس ان زائد ار. قصاد كده انت سبت كام حاجه؟ سبت عند الزيرو والواحد يبقى لسه عند ان بزيرو وعند ال n بواحد. n بزيرو تعوض هنا في الاول يبقى ده سي نوت مضروبه في 2 في r ماينس 1 الثاني هيبقى سي نوت في r والسي نوت مشترك الاخير نيجاتيف 3 في سي نوت والسي نوت مشترك كل ده زائد اللي عند الواحد نرجع تاني نعوض يطلع لك سي 1 في 2 r زائد 1 في r عوضنا ده الثاني هيبقى زائد r زائد 1 والاخير هيبقى ماينس 3 كل ده كان موجود الاولاني في اكس اس ار وده في اكس اس ار زائد ار بيساوي كام في النهايه؟ يطلع كام حل دلوقتي؟ ثلاث حاجات عايز تساويهم بالصفر. نبدا بالجزء الاولاني. الجزء الاولاني الريكرنس ريليشن هتدي لك ان السي ان بتساوي نيجاتيف سي ان ماينس 2 على البراكت الكبير ده كله اللي هو 2 في ان زائد ار في n زائد r ماينس 1 زائد n زائد r ماينس كل ده اللي هو الريكرنس ريليشن الاصليه بتاعت المساله. الجزء الثاني اللي هو المعامل بتاع c نوت لو انت جاي تبص عليه هيطلع معادله 2 r تربيع ماينس 2 r زائد r يعني ماينس r ماينس 3 مش دي هي الانيشال ايكويشن بعد ما انضربت في 2 يبقى بالتالي لغايه دلوقتي ده صح. لغايه الخطوه دي ارقامك واشاراتك صح. الخطوه الثالثه سي 1 مضروب في حاجه بيساوي صفر. يبقى اذا السي 1 في الكلام ده صفر. طب بعد ما وصلت للريكرنس ريليشن عايز اعمل ايه في المساله؟ عايز اعرف الاراد كانوا كام؟ الاراد كانوا كام وكام؟ 3 على 2 وسالب 1 فبالتالي هقول له ار 1 اللي هي الكبيره 3 على 2 وار 2 اللي هي الصغيره احنا بنرمز دايما 1 للكبير و2 للصغير. يبقى الفرق ما بينهم ار1 ماينس ار2 يطلع 5 على 2 يعني ده طلع نون انتجر يبقى انهي حاله بتاعتك دي؟ تمسك الار دي تعوض بيها فوق تمسك الار دي تعوض بيها فوق وتطلع 2 ريكرنس ريليشن وعشان كده نقسم الدنيا بالنص. مره عند ار بتساوي 3 على 2 ومره عند ار اللي بتساوي سالب 1 معوض مع بعض. هنا هيبقى الريكرنس ريليشن الجديده سي ان بتساوي نيجاتيف سي ان ماينس 2 2 في ان زائد 3 على 2 و2 زائد وان زائد نص زائد ان زائد 3 على 2 ماينس 3 يبقى ماينس 3 على 2. بعد ما وصلت للشكل ده مره ثانيه عوض عند الار بتساوي سالب 1 يبقى سي ان بتساوي نيجاتيف سي ان ماينس 2 على 2 في ان ماينس 1 n ماينس 2 زائد n ماينس 4 ويبقى ده الجزء الثاني اللي هو الريكرنس ريليشن الثاني. انت هتجيب كل الثوابت بدل الاثنين. c نقص فانت بدايه الحل عندك تجيب c1 و c2 وهجيب هنا c1 و c2 تطلع المفاجاه ان c1 تطلعها بصفر هي بصفر هنا وبصفر هنا. ترجع تجيب مين بقى؟ انت عايز في الاخر ثابتين هنا وثابتين هنا فهجيب سي 2 وهجيب سي 3 وهجيب سي 2 وسي 3. سي 2 هتطلع بدلاله سي نوت على رقم صح؟ وهنا سي 2 هتطلع برضه نيجاتيف سي نوت على رقم. تيجي تجيب سي 3 هتلاقيها اصلا بدايه سي 1 يبقى اطلع بزيرو. بدايه سي 1 اطلع بزيرو يعني ايه من الاول؟ يعني لما السي 1 طلعت بزيرو والريكرنس ريليشن بتعتمد كل ان بتعتمد على اللي قبلها برقمين يبقى معناها ان كل الارقام اللي بتعتمد على الواحد واحد وثلاثه وخمسه وسبعه كل الاوب بزيرو يبقى انا عرفت معلومه زياده من هنا قبل ما اكمل الحل
ان السي اوت كلها في سطر. يعني انا كنت النهارده ارفع على نفسي اجيب سي 2 واجيب سي 4. يبقى انا كده جبت ثابتين من اللي موجودين في المعادله. كده المساله خلصت. تكتب قانون. قانون كان ايه بتاع الحل؟ واي بتساوي اكس اس ار في سيجما سي ان في اكس اس ار. دي يصير الحل بتاع فوربينس. اكس اس ار اللي هي اكس اس 3 على 2. سيجما سي ان في اكس اس ان اللي هي سي نوت وسي 1 في اكس وسي 2 في اكس تربيع لغايه ما انا نهايه. يعني يطلع ده عباره عن سي نوت والسي 2 هيطلع لك بدلاله السي نوت اللي هي موضوع في الاكس تربيع والباقيين بصفار اللي هي حاجات الارض. هنا هيطلع الواي الثانيه بتساوي اكس اس سالب 1 اللي هي الارض بتاعتها وسي نوت وسي 2 بتاعتهم في اكس تربيع. طبعا سي 2 دي وسي 2 دي هيطلعوا بدلاله مين لسه قايلين؟ يبقى بالتالي اللي انت جبته تحلل هنا ده اسمه واي 1 واللي انت جبته هنا ده مين؟ واي 2. يبقى اذا الجنرال سوليوشن في نهايه المساله هو سي 1 واي 1 وسي 2 واي 2. عشان ما الخبطش السهاد دي بالسياده اللي تحت ممكن اعمل سي ستار. يبقى ليه معناه ان ده الثابت اللي بيضرب في الحل الاولاني وده الثابت اللي هيضرب في الحل الثاني. واضح الكلام عملنا ايه بقى؟ اخطاء الناس بس عشان يبقى اكدت عليكم زي بقيه الناس. الامتحان لازم تبقى مجهز ايدك في الحل. الكلام ده ياخد في ايدك 10 دقائق بالكتير. خلصت؟ خد بالك. هو سي واحد ستار دي ايه؟ هو مش انت بتطلع حلين من الترم الاولاني واي 1 واي 2 والحل اللي عندي سي 1 واي 1 وسي 2 واي 2 بس انا عندي في الطريقه اصلا حاجه اسمها سي 1 وحاجه اسمها سي 2 هحط حاجه شكلها مختلف. الكلام تاني 10 دقائق فقط. حط ستوب ووتش جنبك كده في البيت وتحل المساله. المساله ما تعديش 10 دقائق. مفيش وقت في الامتحان فعليا يعني. هنتدرب من اي كتاب حلو من الكتاب اللي هو الكتاب مثلا المحاضره مثال سكشن. المهم المساله في الاخر سواء تيرور هتاخد اقل من كده. يعني تيرور ممكن تاخد لها كام معاك؟ 7 دقائق. انت كويس بتاخد المحاضرات والاراض صح. الكرنت سيميوليشن صح. الروايات صح. اللي انا عاملك عليه مستطرات. هو اللي في النص ده ده موجودك الشخصي لو بتبص يعني انت وقفت هنا والباقي هنا الارقام ضربت في بعضها خلاص هما الدرجتين اللي انت اخدتهم من الاول خلصت. او وقفت لغايه هنا اخدت الاربعه مع الاثنين دول بقت صفر. طب جيت هنا هنا ده اثنين وده اثنين. طب في النص دول كتبتهم والله العظيم وما كملتش كانك ما كتبتهم. يعني هي الدنيا كده هي ماشيه صفر. لكن في الوسط ده يعني لا في الوسط ده ليه؟ عشان تعرف توصل للمربع. لكن الله يبقى مربعات والبيت هادي. طبعا مش واحد طريقي يقول لك ده درجتين امبارح ولا في السايك احسن من درجتين. الحمد لله يعني الواحد ضمن درجتين. ما هو درجتين مش شرط انك انت حل. يعني ايه ما جابليش مسالتين مثلا وبروح كاتب دول اقول لي بقى اخدت منها درجتين اخدت منها درجتين وخلاص مش عايز حاجه منه تاني. ما هو دول هتاخد عليهم درجات مش شرط انك انت فيه حاجه بجد. نعم مش انت كتبت دول بقى خلاص انا عملت العدد دي درجتين بتوعي. الكلام ده واضح قدامنا كلنا دلوقتي؟ طيب نشوف مساله ثانيه بقى. اقول انت اللي يهمك من بدايه الخطوات الحل الثاني بي نوت وكيو نوت. لامت لما اكس تقول لي 0 اكس. اكس على اكس تربيع يطلع 1. لامت لما اكس تقول لي 0 اكس تربيع فاكس تربيع ماينس ربع على اكس تربيع يطلع نيجاتيف ربع. تكتب الانديشال ايكويشن بتاعتك ار في ار ماينس 1 زائد بي نوت في ار زائد كيو نوت تساوي صفر يطلع ار تربيع ماينس ربع بزيرو. يعني الار بتاعتك بنص وتسلم نص. ترجع تعمل ايه في المساله تاني؟ تعوض بواي واي داش واي دبل داش فوق يبقى ده سيجما سي ان ان زائد ار ان زائد ار ماينس 1 في اكس اس ان زائد ار. ده بادئ من الزيرو ده الاكس تربيع في واي دبل داش. اكس في واي داش سي ان ان زائد ار في اكس اس ان زائد ار. ترمين اللي في الاخر اكس تربيع في واي اللي هي سي ان في اكس اس ان زائد ار زائد 2 ماينس ربع في واي اللي هي ربع سي
سي ان في اكس اس ان زائد ار، كل ده بصفر. تاني برضه الترم بتاع اكس تربيع في واي هو ده اللي هيتغير، هيبقى ده سي ان ماينس 2 في اكس اس ان زائد ار، والسيجما بدا من عند الاثنين. ابدا تاني الصميشن من الاثنين، سي ان ان زائد ار n زائد r ماينس 1 زائد n زائد r ماينس ربع زائد cn ماينس 2، كل ده مشترك في x اس n زائد r. الترمات اللي بدأ عند 0 والترمات اللي بدأ عند 1. اللي بدأ عند 0 الأول والثاني والرابع عوض عن n ب 0 يطلع ده c نوت. فr فr ماينس 1 اللي بعديه r آخر ربع، كل ده هنروح في اكس اس ار. عند الواحد اللي فوق يطلع سي واحد ار زائد واحد في ار زائد ار زائد واحد ماينس ربع في اكس اس ار زائد واحد، كل ده بصفر. أول حاجة بالكامل سيميليشن ده بتطلعها سي ان هتساوي نيجاتيف سي ان ماينس 2. خلي بالك هنا بس ممكن نختصر شوية صغيرين. ان زي الار ممكن ناخدها مشترك من دول يبقى كام؟ ان زي الار ناقص 1 زائد 1 يبقى ان زي الار تربيع. فبقى ده ان زي الار كل تربيع وفي ربع في النهاية. المعادله اللي مضروبه في السي نوت هتدي لك الانيشال ايكويشن تاني تفكر، فيبقى ده صعب. الخطوه اللي بعدها معادله مضروبه في سي واحد يبقى السي واحد بصفر. لا مش بصفر. ليه؟ ما احنا لسه قايلين في المساله اللي فاتت واحنا بنشرح قلنا كده، عشان دي حاجه مختلفه تماما دلوقتي. نرجع تاني للمساله. هو السي ان اللي طلعت دي الاراض كانت الاولانيه الكبيره بنص والثانية اللي هي الصغيرة بنيجاتيف نص. يعني الفرق ما بين الأراض بكام؟ طلع الفرق بينهم انتجر، يعني مش لازم إن هما فراكشنز يبقى الفرق بينهم فراكشن. يبقى بالتالي الشكل بينهم طلع الفرق انتجر، هاخد أنهي روت دلوقتي؟ الصغير. ليه؟ عشان ده مضمون إن هو ممكن يطلع لي الحلين. فلما تاخد الروت الصغير تعوض فوق يطلع إن السي إن تساوي نيجاتيف سي إن ماينس 2 على ان ماينس نص كل تربيع ماينس ربع، اللي هي نيجاتيف سي ان ماينس 2 وده ان تربيع ماينس ان زائد ربع ماينس ربع راح مع بعض. تبدا تعمل ايه؟ تعوض من اول سي 1، عايز اجيب سي 1 سي 2 سي 3 مثلا. تيجي تعوض عشان تجيب سي 1 هيطلع نيجاتيف سي سالب واحد على واحد ناقص واحد اللي هي صفر. يعني ده المعنى النهائي. مش هتحط سي سالب واحد. احنا اتفقنا المره اللي فاتت السيهات او الايهات سواء تيلر او فروبينيس، اي بقى اي حاجه ليها نيجاتيف اي كوفيشنت بالنيجاتيف ده بزيرو. ما ينسيش تاني السي بتاعت اي حاجه نيجاتيف زيرو. يبقى ده زيرو اصلا. يعني سي واحد طلعت بكام؟ يمين او سي اثنين. هيطلع نيجاتيف سي نوت وده 4 ماينس 2 يبقى 2 او سي 3 هيطلع نيجاتيف سي 1 على 6. يعني بالتالي تقدر تكتب دلوقتي ان الواي اللي هي بتساوي اكس اس ار في سيجما سي ان في اكس اس ان اللي هي اكس اس ار في سي نوت زائد سي 1 في اكس زائد سي 2 في اكس تربيع سي 3 في اكس تكعيب لغايه ما لا نهايه بتساوي اكس اس نص سالب نص اللي هي الاقل صغيره اللي شغالين عندها سي نوت سي 1 في اكس سي 2 اللي هي سالب سي نوت على الاثنين في اكس تربيع سي 3 اللي هي نيجاتيف سي 1 على 6 كل ده في اكس تكعيب. طب ما هو لو انت اخدت السي نوت مشترك تاني يطلع سي نوت 1 ماينس اكس تربيع على الاثنين لغايه ما لا نهايه في ترمات، والثاني سي 1 في اكس ماينس اكس تكعيب على 6 وفي ترمات لغايه الفين.
يعني اللي انت طلعت بالروت الصغير طلعت كام حل؟ ثابتين يعني حلين، يعني انا مطلع الجنرال سوليوشن بالروت الصغير. طب واحد يقول لي هو الروت الكبير لو كنا حلينا بيه كان هيدينا ايه؟ كان هيديك الحل ده. تعرفه منين؟ خد اكس كده مشترك من دول يطلع لك اكس برضه، وفي اصلا بره ايه؟ اكس اس سالب نص، الاكس اس واحد يديلك اكس اس نص. يعني كان ده السي نوت في اكس اس ار الاولانيه وده السي نوت في الاكس اس ار الثانيه. يبقى بالتالي هما دول الحلين، هما دول الحلين. في حاجه انا كنت معجلها بقى او حاجتين بمعنى اصح، واحنا بنشرح الناس سالتني هو احنا المفروض نستخدم نجيب الروت الكبير دايما نبدا بيه عشان يجيب لي المسائل؟ لا. ليه لا؟ عشان توفر على نفسك مجهود. واحد يقول لي طب ما هو كان ممكن في المساله دي كده وانا بعوض جيت اعوض بالروت الصغير، يعني جيت السطر ده وجيت اجيب السي واحد طلع بيساوي سي نوت على صفر طلع بانفينيتي، اقوم بقى اعمل ايه؟ يبقى السطر ده والسطر ده كانك ما عملتهمش، امسحهم واشتغل بالروت الكبير. يعني فرقت معايا مجهود ان انا عملت خطوات كتير فانا هتعب عشان اشيلها تاني؟ لا. فبالتالي انت ما تعبتش نفسك اصلا، حته ان انا اجيب واي واحد يسهلني مش هيسهلني. يبقى بدايه الروت الصغير هو اللي هيسهل لي الحل. تاني سؤال، احنا قايلين من الاول السكشن ان لو طلع سي اي مضروب في اي معادله فيها ابعاد يبقى السي اي ده بصفر. الكلام ده صح، بس في الحكايه بتاعت الانتجر الكلام ده محتاج له وجع شويه بقى. الانتجر وارد جدا ان في المسائل بتاعه لما الفرق ما بين الابعاد يطلع انتجر، وارد ان هيطلع لك سي منهم لا اما بزيرو على زيرو لا اما برقم على زيرو. فبالتالي برضه احنا ما وصلناش لحاجه، يعني المعادله دي داخله في القصه دي. عوض كده بالارض الصغيره هنا اللي هي سالب نص سالب نص سالب نص بربع سالب نص زائد واحد بنص يبقى سالب ربع ونص وسالب ربع بصفر. كان المعادله دي اصلا ان سي واحد في صفر بتساوي صفر. يعني ما كانتش السي واحد بقى اللي بتساوي صفر، كانت السي واحد اصلا بكام؟ بزيرو على زيرو. ملخص الكلام ده، وانا كنت عارف كده من البدايه ان السي واحد دي كنت عارفها مش راضي اقول لكم، كنت عارف ان هي مش هتطلع بصفر. ليه؟ دايما السبب اللي هيبقى فيه مشكله دي حاجه ليكم ما فيش حد فيها يسال الدكتور تماما، هي السي بتاعت ار واحد ناقص ار اتنين دي اللي هتطلع لا اما بصفر وعلى صفر او هتطلع برقم على صفر. الاراضي الفرق ما بينهم كام؟ يبقى السي واحد هيطلع فيه مشكله من المشكله. يبقى بالتالي انا لما خلاص جبتها من اول المساله ولقيت ده اسمه سي واحد دايما قمت رايح ناكله على طول. طب ما في حاله دي كان سي في انهي حاله تاني؟ ده في حاله انتجر عادي. الفرق بين ار واحد وار اثنين انتجر. ما لو مش انتجر اصلا مفيش حاجه اسمها سي واضح الكلام ده كده؟ باشمهندس دلوقتي لما تمسح الصفرين دول وتعوض بالروت الكبير تجيب حل. حل التاني تبقى جبت حل واحد، الحل التاني تعوض الألف ده كله. يعني تبدأ قانون اللي اداهولكم لو في محاضرة المرة الأسبوع ده، قانون ترجع تاني تعوض جوه المسألة الأصلية بقانون جديد عشان تطلع المعاملات الجديدة. عشان تجيب الحل التاني. يبقى المجهود اللي انا هعمله اللي عشان اجيب الحل التاني كاني بحل مساله من اول وجديد، بروح احل مساله من اول وجديد. ليه؟ اللي انا بعمله كل ده بدرجتين. انما في مساله من اول وجديد اللي انا بعمله ده كله ب 10 درجات. النقطة الأخيرة تاني سي ار واحد ناقص ار اتنين هتطلع بكده، افرض وأنا بحل في الامتحان المسألة كان في ناس بتكسل وما بتاخدش بالها، يطلع الغلط ده حصل في امتحان من الامتحانات قبل كده فاينل، واحدة ار واحد بتلاتة وار اتنين بسالب واحد. ايه المشكلة؟ في مشكلة اربعة. سي اربعة، فلو واحد ما اخدش باله جاب سي واحد، سي اتنين، سي تلاتة، ما شافش مشاكل اصلا، فالدنيا ماشية كويس. فبالتالي انت دايما اللي ما تنساهاش الغلط بكام بكذا وكذا، يبقى لازم السي ده اطلعه واتاكد ان هو هيطلع لا اما زيرو على زيرو او هيطلع بايه؟ برقم على زيرو. واضح الكلام ده قدامنا كلنا دلوقتي؟ هو ما يكونش لزيرو على زيرو ورفع على زيرو. مستحيل. لازم يبقى في مشكله من المشكلتين.
مش معنى عشان كده الدكتور ساعدنا في المحاضره ده بالجزء ده بالروت الكبير ده بالروت الكبير عشان تبقى انت دايما ما بتعملش خطوات غلط يعني ادى بالروت الكبير فهيطلع حل تيجي تجيب الروت الصغير بقى لا اما تلاقي مشكله لا اما فيش اما عكس الكلام الروت الصغير لو ما طلعليش مشكله يبقى خلاص لا يعني لو حليتها كده مش هعمل مفيش هنا اصلا لا الكلام ده كده واضح مش كويس خلاص هيقولها لكم الاسبوع الجاي هو قالها في قوانين عامه للايكوال روتس وللفرق بينهم انت كحل هو لسه هيحل الاثنين دول الاسبوع الجاي يعني انا اشوف المسائل كلها اربع حالات الفرق ما بينهم نون انتجر عرفناه الفرق ما بينهم انتجر يطلع زيرو على زيرو في الروتس الصغيره عملناها لسه حالتين لو هما الاثنين متساويين او لو المرات متساويه والروتس الصغيره طلع لك انفينيتي واضح؟